أوكرانيا تحيي ذكرى مرور 25 عاماً على كارثة تشيرنوبيل. مراسم هذه الذكرى الأليمة تمت بحضور الباتريارك الأرثوذكسي كيريل الذي أشرف على انطلاق الاحتفالات التي بدأت عند 1:23 بعد منتصف الليل، وهو التوقيت الذي شهد انفجار المفاعل الرابع لمحطة تشيرنوبيل النووية في 26 من نيسان أبريل من عام 1986. ويتوجه الباترياركي كيريل اليوم إلى موقع كارثة تشيرنوبيل إلى جانب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. ميدفيديف استغل المناسبة لتكريم العمال الذين قاموا بتنظيف مفاعل تشيرنوبيل من المواد المشعة، حيث قام بتقديم أوسمة لعدد منهم. عدد عمال تنظيف المفاعل من المواد المشعة كان يتجاوز 600,000 عامل، وانخفض العدد الآن إلى 200,000، ويعاني أغلبهم من أمراض سرطانية مزمنة.